بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمحاضرات الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله الذي جمعنا على طاعته وفي بيت من بيوته نلتقي على ذكر الله وعلى أداء الصلوات، الحمد لله على ذلك. العنوان كما سمعتم هو في فضل الإصلاح بين المسلمين، وهو عنوان يحتاج إلى مجهود لضخامة الموضوع وأهميته، ولكن اقنعوا باليسير ولعل فيه بركة إن شاء الله. أيها الإخوة، إن الله جل وعلا يريد من المؤمنين أن يكونوا إخوة متحابين متعاونين على البر والتقوى. فالإيمان يجمعهم، والمحبة تربط بينهم، ليست محبة لأجل الدنيا، وليست محبة لأجل القرابة فقط، وإنما هي محبة في ذات الله سبحانه وتعالى. فالإسلام دين المحبة بين أتباعه، فالمحبة في الله عز وجل بعد محبة الله ورسوله محبة المؤمنين. قال صلى الله عليه وسلم: لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا. ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ قلنا: بلى يا رسول الله. قال: أفشوا السلام بينكم. فالمؤمنون يتحابون في الله، سواء كانوا في بلد واحد أو في بلاد متعددة، ويتحابون في الله عز وجل، سواء تعاصروا في وقت واحد أو كانوا خلفا لمن سلف. قال جل وعلا: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. ولما ذكر في سورة الحشر المهاجرين، وذكر بعدهم الأنصار للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون، ثم قال في الأنصار: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. هذه صفات
المهاجرين والأنصار. ثم قال: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. الذين جاءوا من بعدهم إلى أن تقوم الساعة كلهم يرتبطون بالمهاجرين والأنصار ويدعون لهم ويسألون الله ألا يجعل في قلوبهم غلا وحقدا وبغضا لهم. فهذه صفة المؤمنين في كل زمان وفي كل مكان. وبناء على ذلك قال الرسول صلى الله عليه وسلم: لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث، يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهم الذي يبدأ بالسلام. لا يحل لمسلم أن يبغض أخاه ويهجره ويبتعد عنه لأي سبب من الأسباب الدنيوية، وإن كان ولا بد ثلاثة أيام من أجل أن يذهب ما في نفسه ثم يتراجع عن الهجر ويسلم على أخيه. والمهجور كذلك لا يعرض بل يسلم، خيرهما الذي يبدأ بالسلام، لأن السلام يحل المشكلة. ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم. هكذا المؤمنون يرتبطون برباط الإيمان ورباط المحبة من غير أنساب تجمعهم أو قرابة تجمعهم، إنما الإيمان هو الذي يجمعهم على المحبة. فإذا حصل شيء من سوء التفاهم، إذا حصل شيء من سوء التفاهم الذي يسبب القطيعة أو يسبب التباعد بين القلوب، فهنا يأتي دور الإصلاح، إصلاح ذات البين. والإصلاح ضد الإفساد، قال تعالى: والله يعلم المفسد من المصلح. الإصلاح ضد الإفساد، والمصلح هو الذي يسعى للجمع بين المتنافرين والمتباغضين المتباعدين من المسلمين، لئلا تبقى فجوة بين المسلمين. هذا هو المصلح الذي يرأب الصدع ويؤلف بين الناس ويزيل الأحقاد، هذا له أجر عظيم. قال الله جل وعلا: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. قال سبحانه وتعالى: فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. أصلحوا ذات بينكم، لا تتركوا إخوانكم متباغضين متباعدين، أصلحوا هذا الخلل،
اتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم. وقال سبحانه وتعالى: والصلح خير. الصلح خير، خير كله. فالمصلح بين الناس يقوم بعمل جليل يثاب عليه ويؤجر عليه، حتى إن الله أباح الكذب في إصلاح ذات البين، مع أن الكذب محرم، ولكن إذا كان فيه مصلحة راجحة فإنه يشرع ويؤمر به لأجل الإصلاح. الذي يسعى للإصلاح يجوز له أن يكذب، يقول فلان يثني عليك، فلان يحبك، فلان يود اللقاء بك، وإن كان لم يحصل شيء من ذلك، ولكن لأجل أن يؤلف بين المختلفين والمتباغضين. والنبي صلى الله عليه وسلم بين لنا خطورة فساد ذات البين، حيث قال صلى الله عليه وسلم: فإن فساد ذات البين هو الحالقة. لا أقول لك، لا أقول تحلق الشعر، ولكن تحلق الدين. الإصلاح بين المسلمين، إصلاح بين الناس، له دور كبير في تلاحم المجتمع المؤمن وتراحمه وتناصره. ولهذا يسعى المنافقون والنمامون والمغتابون، يسعون بين المؤمنين للتفريق بينهم، لأنهم قد جندهم الشيطان لهذا الغرض، فهم يحرشون بين المسلمين، ينقلون النميمة، ينقلون، يغتابون في المجالس من أجل أن يحدثوا التباغض بين المسلمين. أما المؤمنون فهم على العكس، يسعون بالإصلاح بين المتنازعين. والإصلاح، إصلاح ذات البين أو الإصلاح عموما، له مجالات كثيرة، مجالات كثيرة. يبدأ من الصلح بين المؤمنين والكفار إذا استدعى الأمر هذا، وذلك في حالتين: حالة الأولى إذا كان المسلمون لهم مصلحة في التصالح مع عدوهم، إذا كانت المسلمون لهم مصلحة في التصالح مع عدوهم تصالحوا. النبي صلى الله عليه وسلم صالح المشركين في صلح الحديبية المعروف، الذي سماه الله فتحا مبينا: إنا فتحنا لك فتحا مبينا. صلح الحديبية الذي جرى بين المسلمين بقيادة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبين المشركين الذين صدوا رسول الله والمسلمين عن أداء العمرة، رغم أن الصحابة رضي الله عنهم كرهوا هذا الصلح وظنوا أنه غضاضة على المسلمين، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم قبل هذا الصلح وجلس له واستقبل رسل الكفار لعقد هذا الصلح،
ولما ضاق الأمر بعمر بن الخطاب رضي الله عنه بهذا الصلح اشتكى إلى أبي بكر الصديق رضي الله عنه، قال لماذا نعطي الدنية في ديننا ونحن على الحق وهم على الباطل؟ قال أبو بكر رضي الله عنه: إنه رسول الله فالزم غرزه، إنه رسول الله فالزم غرزه. رسول صلى الله عليه وسلم لا يقدم على شيء إلا في صالح المسلمين، ولأنه يوحى إليه بذلك من ربه عز وجل. جرى الصلح على كراهة من المسلمين، وصارت عواقبه للمسلمين، عواقبه للمسلمين، ولذلك سماه الله فتحا مبينا. ليه؟ لأنه زال الكابوس عن المسلمين في مكة الذين كانوا يضايقون ويطاردون ويمنعون من الهجرة، زال عنهم هذا الكابوس فصاروا طلقاء، من أراد الهجرة يهاجر ولا يتعرض له. وهاجر من أكابر المشركين آمنوا ودخلوا في الإسلام، وهاجروا وبه مقدمتهم البطلان خالد بن الوليد وعمرو بن العاص رضي الله عنهما، اللذان صار لهما الدور الكبير في نصرة الإسلام والجهاد في سبيل الله. زال أيضا المانع عمن يريد الإسلام من الكفار بهذا الصلح، صار الباب مفتوحا، فأسلم كثير من الكفار كانوا من قبل متمنعين بسبب الخوف من أهل مكة، فلما جرى الصلح وانفتح الباب لهم دخلوا في الإسلام عن رغبة وطواعية، وهاجروا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يتعرض لهم أحد. توقفت الحرب، هذا من فوائد الصلح أيضا، توقفت الحرب بين المسلمين وبين الكفار بموجب هذا الصلح، فصارت مصالح عظيمة ترتبت على هذا الصلح. الصلح خير كما قال الله سبحانه وتعالى. هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية: إذا كان المسلمون أقوياء، إذا كان المسلمون أقوياء والكفار ضعفاء، طلب الكفار الصلح من المسلمين. الله جل وعلا قال: وإن جنحوا للسلم فاجنح لها، توكل على الله إنه هو السميع العليم. وإن جنحوا للسلم يعني الصلح، أجنح لها. أما إذا لم يجنحوا والمسلمون أقوياء فلا يجوز للمسلمين أن يصالحوهم، ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون، وأنتم ولا تهنوا وتدعوا إلى السلم يعني الصلح، ولا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون والله معكم ولن يتركم أعمالكم. هذا قضية الصلح بين المسلمين والكفار. قضية الصلح بين المسلمين بعضهم مع بعض، هذا أنواع. النوع الأول: إذا حصل بين قبيلتين أو طائفتين من المسلمين اقتتال، حصل بينهم اقتتال، فيجب على
المسلمين أن يصلحوا بينهم، وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، يبدأونهم بالصلح لأنهم إخوانهم فلا يتركوهم يقتتلون. وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى، إن بغت إحداهما على الأخرى أبت أن تقبل الصلح وتريد الاعتداء على الطائفة الثانية من المؤمنين، يجب على المسلمين أن يقاتلوهم، ما يسكتون عنهم. فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي، الباغية قاتلوها، ينضم المسلمون مع الفئة المعتدى عليهم، ينضم المسلمون مع الفئة المبغي عليها فيقاتلون معها لردع الباغين. وكذلك إذا كان البغي على إمام المسلمين، إذا كان البغي على إمام المسلمين وهو شق عصا الطاعة، إذا أراد جماعة من المؤمنين شق عصا الطاعة بحجة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بزعمهم كما هو مذهب المعتزلة، بحجة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وأن ولي الأمر مقصر وأن فهؤلاء بغاة، يجب على ولي الأمر ويجب على المسلمين قتالهم حتى يرتدعوا، لئلا يتسع الخرق على الراقع ويحصل سفك دماء ويحصل ضياع أمن ويحصل جرائم. فلأجل ذلك يجب قتال البغاة. قد ذكر العلماء بابا من أبواب القتال هو قتال البغاة، قتال أهل البغي وهم الذين يخرجون عن طاعة الإمام ويشقون عصا الطاعة بحجة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهذا منكر ليس معروفا، هذا هو المنكر، شق عصا الطاعة هو المنكر، فيجب قتالهم. قاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. اعدلوا بين الفريقين إن الله يحب المقسطين العادلين. ثم قال جل وعلا معللا هذا: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. هكذا تعالج الأمور، بالإصلاح أولا، فإن لم يجدي الإصلاح فبالقتال حتى يكف الباغي والمعتدي وإن كان مسلما، لأن هذه جريمة فيقاتل حتى يخضع لحكم الله عز وجل، ثم يمسك عن قتاله ويكف عن قتاله. وإذا بقي شيء من الشبهات أو من الشقاق فإنه يصلح بينهما حتى تفيء إلى أمر الله، يعني ترجع، فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. هذا نوع عظيم من أنواع الصلح. كذلك من أنواع الصلح
الإصلاح بين الزوجين، الإصلاح بين الزوجين إذا حصل بينهما سوء تفاهم فيصلح بينهما. وإن امرأة خافت، أولا يجب على الزوجين أن يصلح بينهما دون تدخل من أحد. وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلح بينهما، والصلح خير، وأحضرت الأنفس الشح، وإن تصلحوا وتتقوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. فيجب على الزوجين أن لا يبقيا على النشوز والشقاق، بل يصلح ما بينهما. ولما رأت سودة أم المؤمنين من الرسول صلى الله عليه وسلم لما كبرت وصار ليس للرسول صلى الله عليه وسلم فيها رغبة، أراد أن يطلقها، أراد أن يطلقها، فصالحته، طلبت أن تبقى على عصمة الرسول صلى الله عليه وسلم أما للمؤمنين لتنال هذا الشرف، وأن تهب ليلتها لعائشة. قبل منها الرسول صلى الله عليه وسلم ذلك ولم يطلقها. هذا صلح، والصلح خير. فإذا لم يحصل الإصلاح بينهما من أنفسهما، وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما، يوفق الله بينهما. إذا ما لم يتمكن الزوجان من الإصلاح بينهما وحصل بينهما الشقاق واستمر، فإن القاضي يشكل حكمين، واحد من أهل الزوج واحد من أهل الزوجة، ينظران في الأمر بين البقاء أو الفراق. فإذا رأي البقاء بينهما أصلح أبقيا بينهما، وإذا رأي أن الفراق أصلح فرق بينهما. فهذه خطوات الإصلاح بين الزوجين، كذلك الإصلاح بين أفراد المسلمين. إذا حصل خلاف بين أخوين من المسلمين فإن على من علم بذلك أن يتدخل بينهما ويصلح بينهما. قد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن من الصدقات اليومية أن تعدل بين اثنين، تعدل بين اثنين مختلفين، هذا صدقة احتسب لك عند الله جل وعلا، صدقة. تعدل بين اثنين صدقة. فالمسلم يسعى بالإصلاح دائما وأبدا، حتى إن الذي يصلح ويتحمل شيئا من المال بمقابل الصلح يعطى من الزكاة، ولا يترك يتحمل الغرامة وحده، بل يساعد من بيت المال، فله نصيب من بيت المال. وهذا الغارم، الغارم لغيره، الغارم لإصلاح ذات البين، والغارم لنفسه هو الذي عليه دين ويعجز عن تسديده، يساعد من الزكاة. وهذا لا يصلح إلا مع الفقر، الغارم لنفسه لا يعطى إلا إذا كان فقيرا، أما الغارم لإصلاح ذات البين فيعطى وإن كان غنيا، يعطى من الصدقة من الزكاة
ما يساعده على أداء الغرامة تشجيعا له، تشجيعا للمصلحين الذين يصلحون بين الناس. فالصلح بين المسلمين، إصلاح ذات البين، باب عظيم من أبواب هذا الدين العظيم الذي جاء لأجل التآلف بين المسلمين والتعاضد والتناصر والتآخي والتراحم. فيجب على المسلمين أن يهتموا دائما وأبدا بالإصلاح. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا أحل حراما أو حرم حلالا. الصلح جائز. ومن أنواع الصلح الصلح بين المتخاصمين عند القاضي، إذا أراد متخاصمان أن يترافعا إلى القاضي تدخل بينهما أحد المسلمين وأصلح بينهما، سوى النزاع بينهما ولم يحتاج إلى التحاكم، هذا شيء طيب، هذا شيء طيب، الإصلاح بين المتخاصمين. القاضي أيضا له أن قبل الحكم بالقضاء يعرض عليهم الصلح، فإن قبل أصلح بينهما. النبي صلى الله عليه وسلم لما تخاصم إليه الزبير ورجل من الأنصار في ماء يمشي مع قناة أو مع وادي أو مع الزبير، كان هو الأعلى في المكان والأنصاري كان تحته، النبي صلى الله عليه وسلم قال: اسقي يا زبير ثم أرسل الماء إلى أخيك، اسقي ثم أرسل الماء إلى أخيك. كأن هذا الحكم هو صلح، هذا من باب الصلح، لكن كأنه ما راق للأنصاري، تكلم بكلمة سيئة، قال: أن كان ابن عمتك يا رسول الله. الرسول تحملها ولم يعاتبه ولم يؤدبه، تحمل هذا لأنه صلى الله عليه وسلم كان يصبر ويتحمل الأذى. فلما لم يقبل الصلح قال: اسقي يا زبير واحبس الماء إلى الجدر ثم أرسل الماء إلى أخيك. أعطاه الحكم الشرعي لما لم يقبل الصلح، بالأول ما قال احبس الماء، لما أبى أن يقبل الصلح أعطاه الحكم الشرعي وهو أن الأعلى يحبس الماء قدر الكعب مثلا إلى الجدر، جدر موجود قدروه بأن يبلغ إلى الكعب، ثم أرسل الماء إلى أخيك. فلما لم يقبل الأنصاري الصلح النبي صلى الله عليه وسلم حكم للزبير بحقه الكامل، الأول أعطاه بعض حقه صلح، الثاني لما لم يقبل أعطى الزبير حقه الكامل شرعا. هذا دليل على أن القاضي يعرض الصلح أولا قبل أن يبين الحكم الشرعي. فالصلح مطلوب. كذلك ما يذكره الفقهاء في باب الصلح من كتب الفقه: إذا تصالح المدين والداين، أو تصالح المدعي والمدعى عليه، ما في واحد يدعي على آخر أن له حقا عنده والآخر ينكر هذا، ما يذكر شيء
كان الحكم الشرعي أن يقال للمدعي البينة البينة، فإذا لم يأتي ببينة يقال للمدعى عليه الحلف احلف. لكن المدعى عليه لا يريد التقاضي والذهاب إلى المحاكم، وتصالح مع المدعي لصلح عن الإنكار، صلح إنكار يسمى صلح الإنكار، يسلم من الخصومة ويسلم. هذا يجوز، يجوز شرعا إذا صار هناك مدعي ومدعى عليه وليس هناك بينة، يجوز شرعا أن يتصالح، أن يصالح المدعى عليه يصالح المدعي ويسلم من الخصومات، يسلم من التعب. هذا الصلح عن إنكار. والثاني الصلح عن إقرار، إذا كان المدعى عليه معترفا بالحق وقال أنا ما أستطيع التسديد أو ما أشبه ذلك، لكن اخفض عني بعضه وأعطيك الباقي، خفض عني من الدين وأنا أعطيك الباقي، لا مانع من ذلك. هذا يسمى بالإسقاط، وهو نوع من الصلح، لكن لا يسمى صلحا، يسمى إسقاطا. فالحاصل أن الصلح مطلوب دائما وأبدا مهما أمكن، مهما أمكن فالصلح. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم قاعدة عامة في هذا الحديث: الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا أحل حراما، أحل حراما أو حرم حلالا. هذا الحديث قاعدة عظيمة، فيجب على المسلمين أن يقوموا بالإصلاح دائما وأبدا حتى تزول الشقاقات والنزاعات ويعود الوئام والالتئام بين المسلمين. وهذا شأن المسلم أنه يسعى بالإصلاح. إذا رأيت أيضا بين اثنين أو بين أكثر من اثنين ملاحات واتهامات فيما بينهم، كحالة بعض الدعاة اليوم، بعض طلبة العلم بينهم نزاع وشقاق واتهامات، وقد يقدح بعضهم في بعض، لو أن محتسبا تدخل بينهم وأصلح بينهم وجمع بينهم وسوى النزاع بينهم لكان هذا عملا عظيما، كان هذا عملا عظيما. ولا يتركون يقدح بعضهم ببعض ويتراشقون بالتهم ويتراشقون، ما يجوز هذا، خصوصا بين طلبة العلم. فالصلح بين المسلمين هذا دائما وأبدا مطلوب. كل ما وجد نزاع، أي نزاع، لا يجوز أن يبقى نزاع بين المسلمين جماعات أو أفرادا أو زوجين، لا يجوز أن يترك النزاع يستشري ويترتب عليه عواقب وخيمة. فلو أن المسلمين استعملوا الصلح دائما، تدخلوا في كل نزاعات وأصلحوها لامتثلوا قوله تعالى: فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. هذا، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلح قلوبنا وقلوبكم وقلوب المسلمين، وأن يجعلنا وإياكم من المصلحين. الله جل وعلا قال: والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين، إنا لا نضيع أجر المصلحين. ومن الإصلاح يا عباد الله، بل من أعظم الإصلاح، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر،
هذا من أعظم الإصلاح، تصلح في المجتمع بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالحكمة والموعظة الحسنة والجدال بالتي هي أحسن، هذا من أعظم الإصلاح. يجب علينا أن نسعى بالإصلاح دائما وأبدا، وأن نحذر من جند الشيطان من المنافقين وأصحاب الأغراض السيئة، خصوصا اليوم لما حدثت هذه الوسائل الشيطانية التي تحرض على الشر، تحرض المسلمين بعضهم على بعض. يجب علينا أن نسعى بالإصلاح وأن ننهى عن تصديق هذه الشائعات وعن تصديق هذه الأراجيف والأكاذيب، فإنها من أعظم أنواع الإصلاح ولا نروجها. الله جل وعلا قال في مطلع سورة الحجرات: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. والفسقة اليوم يصدحون ويصرحون في هذه الوسائل المنتشرة بين الناس بالشر والتفريق بين المسلمين، تحريض بعضهم على بعض، تحريض الشعوب على ولاتها، تحريض المسلمين بعضهم مع بعض، تحريض الأخ ضد أخيه، وهكذا. يجب علينا أن نتقي هذه الوسائل وأن نتحاذرها وأن لا نصدقها ولا نطمئن إليها أبدا، لأن الذي يريد الإصلاح ما يأتي بطرق خفية ويندس، الذي يريد الإصلاح يظهر في المساجد في المجالس ويعظ ويذكر ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، وإذا سمع أن هناك خلافا بين أخوين يذهب إليهما ويصلح بينهما. أما هذه الوسائل فهي وسائل دس، وسائل شيطانية، علينا أن نحذرها ونحذر منها. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وأن يجعلنا وإياكم من الصالحين المصلحين. صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وأصحابه أجمعين. جزا الله شيخنا خير الجزاء وجعل ما قدم في ميزان حسناته. هناك أيها الإخوة كثير من الأسئلة، ولكن نبدأ بالأسئلة التي في صلب موضوع المحاضرة، فإن كان هناك وقت واصلنا بقية الأسئلة. هناك الشيخ مجموعة من الأسئلة ذكرت سبب واحد أو سبب أو من أعظم الأسباب في الخلافات الموجودة بين الناس في المنطقة، وركزوا على قضية وهي هناك مناطق وأراضي كثيرة في هذه القرى في المنطقة يسميها أهلها أراضي بيضاء أو أراضي جماعة، وهي ملك لكل أهالي القرية، لكل فرد منهم فيها حق، وهناك من بعض الأفراد من يعتدي عليها بحجة أنها ليست لأحد ولحاجته إليها، فهل يجوز لمثل هؤلاء الأخذ منها؟ وهل لو وقع خلاف بين الناس في هذه الأراضي يعتبر شقاق ونزاع ليس له مستند شرعي؟ الأراضي الحكومية التي ليس عليها تملك لأحد ولا اختصاص لأحد، هذه هي صدر بها قرار منذ زمان أن لا أحد يقدم عليها إلا بأمر من ولي الأمر، إلا بأمر من ولي الأمر، لأن هذا من صلاحيات ولي الأمر
قاضي حكومية، وولي الأمر هو الذي يتصرف فيها، إما أن يبقيها للصالح العام، وإما أن يوزعها على أهل البلد المحتاجين. هذا من صلاحيات ولي الأمر، ولا يجوز الاعتداء عليها. نعم. تبع ولي الأمر اللي ماله ملكية ثابتة أو اختصاص عليها فإنها تبع ولي الأمر، لا يجوز لأحد أن يمد يده عليها. صادم في هذا قرار ولي الأمر من زمان. نعم. هو يقصد الشيخ، الناس يقصدون أن كل كان عندنا عادة هنا أن من له ملك، ها؟ ما طيب، يقصدون الناس هنا يا شيخ أن كان هناك عادة يعمل بها الناس في المنطقة، وهي من كان له أرض زراعية فإن له ما يقابلها من الأرض الجبلية، هذا الذي يحصل عليه أحيانا خلاف هذا الذي يقصد الأخ. هذا يتقدم للمحكمة، تنظر في دعواه إن كان له عليها استحقاق. أنا قلت إذا كانت مثلا له اختصاص عليها، طريق أو مجرى ماء أو مجرى سيل، هذا عند المحكمة تنظر فيه، إن تحقق هذا فالمحكمة تحكم له بما تراه شرعا. نعم. السائل يسأل يقول: شقيقتي هجرتني وهجرت جميع أشقائي منذ 15 عاما لأسباب تافهة، وقد حاولت الاتصال بها وزيارتها ولكنها لا ترد علي أو على مكالماتي ولا تفتح لي الباب، فماذا أعمل؟ أرشدوني وفقكم الله. استمر على المحاولة معها، استمر على المحاولة معها والسلام عليها والكلام الحسن، وتستميلها بالهدية بشيء من المال حتى ترجع إلى الصواب إن شاء الله. نعم. فضيلة الشيخ، هل يصح أن كل خطوة في الإصلاح بين الناس أحب إلى الله من غيرها، وأن كل كلمة تعدل عتق رقبة في الإصلاح بين الناس؟ تحديد هذا أنا لا أعرفه، تعدل كذا تعدل، ما أعرف هذا، والكلمة كذا ما. هذا لا أعرفه إلا بدليل، ولكن في العموم الإصلاح بين الناس خير، كما قال الله جل وعلا: والصلح خير. نعم. هناك عادة لبعض المصلحين في هذه المنطقة، وأنه إذا حضروا وهناك خصام بين اثنين من الجماعة قالوا: عليك يا فلان ذبيحة وأنت عليك يا فلان ذبيحة، فيلزمونهم بذلك، فهل هذا من الشرع؟ لا، هذا ليس من الشرع. الإلزام لا، الإصلاح ما فيه إلزام، الإصلاح بالتراضي، بالتراضي لا بالإلزام، ولا يغرم أحد من المال. نعم، لأن مال المسلم له حرمة فلا يلزم ويغرم ذبائح وكذا. نعم. إذا كان شخص دائم التكبر ودائم الخطأ نوصح وأرشد ولكن دون جدوى، هل يهجر ويعامل بالمثل؟ لا، ما يهجر، ما يهجر، له حق فيؤدى حقه، وأما الحق الذي عليه فهذا الله يحاسبه عليه. أدوا الذي عليكم واسألوا الله الذي لكم. نعم. من ظلمني واعتدى علي هل يصح لي أن أدعو عليه، وما الأفضل في ذلك؟ الأفضل أن لا تدعو على من ظلمك، لأنك إذا دعوت عليه أخذت حقك، وإذا صبرت وتحملت فأجرك على الله، من عفا وأصلح فأجره على الله. نعم. قريبي عنده بعض المخالفات الشرعية كحلق اللحية وشرب الدخان والاستهزاء بأهل الدين، وهو يصلي ويصوم، هل في قطيعته أمر مشروع؟ لا، تواصل النصيحة معه والموعظة، ولكن الاستهزاء بالدين خطير، أن يخرجه من الدين، يخرجه من الملة، فأنت تبين له خطورة هذا
وأن يترك هذه الخصلة الذميمة، لا يستهزي بالدين أو بأهل الدين، لأن هذا خطر على عقيدته، ربما يرتد عن دين الإسلام بذلك. نعم. إذا رأى المصلحون أن أحد المتخاصمين متسلط أو باغي على خصمه والطرف الثاني محق فيما يرى المصلحون، فهل يمكن أن يكتبون لناظر القضية ويشرحون الواقع؟ وهل تعتبر قرينة يأخذ بها القاضي؟ لا، لا يشهدون قبل أن يستشهدوا، القاضي هو اللي يطلبهم، إذا طلبهم القاضي وعندهم شهادة لا تكتموا ولا تكتموا الشهادة، من يكتمها فإنه آثم قلبه، فإذا طلب القاضي منهم الشهادة أو سألهم عما يعلمون يبينون هذا، أما إذا لم يسألهم فإنهم لا يتدخلون مع القاضي. نعم. في حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا يحق لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث، ما المقصود بالأخوة في هذا الحديث؟ أي أخوة الدين أم أخوة القرابة؟ وهل يترتب على ذلك توقف للأعمال عن القبول؟ كلكم تعرفون أن المراد هنا الأخوة في الدين، ليست الأخوة في القرابة، المراد الأخوة في الدين وهي أقوى من أخوة القرابة، الأخوة في الدين أقرب من أخوة القرابة، بدليل أن الكافر لا يجوز لقريبه المسلم أن يوده وأن يحبه، لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. نعم. كونت لجان إصلاحية تسمى لجان إصلاح ذات البين، ولكن هناك ملاحظة من البعض وهو أنهم يقبلون الإكرام والهدايا من المتخاصمين حتى وقت محاولة الإصلاح، ما هو توجيهكم حفظكم الله؟ ما ندري، هذا اتهام، ما كل أحد نبي يرضى عن المصلحين والقضاة، ما كل يرضى، وهذا اتهام نبرأ إلى الله منه، ما ندري. نعم. نزع الشيطان بيني وبين زميلي وهو أكبر مني سنا، فأذاني بكلام لا أرضاه وفيه شيء من الكبر، فهجرته وهجرني منذ أشهر، والآن أنا نادم على هجره وأخاف أن واجهه وأقع في معصية أكبر، أفوديوني جزاكم الله خيرا. لا تخف، راجعه وسلم عليه واطلب منه المسامحة والتسامح بينكما، وأنت على أجر إن شاء الله. نعم. ما واجبي نحو منهم في قريتي لا يصلون في المسجد وأعمارهم تفوق 55، أنا مؤذن المسجد؟ أنت مسؤول عنهم ما دمت أنت المؤذن، الإمام والمؤذن مسؤولون عن جماعة المسجد، أن يناصحوهم، أن ينكروا عليهم، إذا لم يمتثلوا فإنهم يبلغون ولاة الأمور، يبلغون الهيئات، يبلغون مركز الهيئة لتستدعيهم وتجري معهم ما يلزم، ولا يجوز السكوت عليهم، السكوت عنهم. نعم. بعض الناس يقول يجوز الكذب لمصلحة الدعوة وهو أهم من الكذب في الإصلاح بين الناس، فكيف نجيب عن ذلك؟ هذا كلام من عنده ولا يقبل، نحن نتوقف على ما جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم، الكذب لإصلاح ذات البين، الكذب في الحرب، الحرب خدعة كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم، الكذب بين الزوجين لأجل إصلاح العشرة، ثلاث مسائل فقط، ما له الرابع؟ من أين جابها الرابع هذا؟ نعم. ما حكم زكاة الجاه والتمكين، وما هو دورها في ترابط المجتمع؟ زكاة الجاه الشفاعة الحسنة، أن تشفع لإخوانك شفاعة حسنة عند المسؤولين في مصالحهم، فإذا كان يحتاجون إلى من يشفع لهم لأجل مصلحة شرعية، هذا من زكاة الجاه. نعم. أنا أعرف بعض الأشخاص يطعنون في عرضي وفي استقامتي،
أنا أقابلهم بابتسامة وكأنني لا أعرف شيئاً، ولكنهم يزيدون في السب والشتم، فهل لي أن أدافع عن نفسي أم أتجاهل ذلك؟ ربما أنك متوهم في هذا وأنك تسيء الظن بهم. استمر على حسن تعاملك معهم، وهذا الذي يبلغك عنهم هذا كما قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. ولو تحقق لك هذا فإنك تعفو وتصفح وتحسن التعامل معهم. نعم. إذا خفت الفتنة من الاقتراب، إذا خفت الفتنة من الاقتراب من الأقارب، هل يجوز لي أن أتجنبهم من غير هجر؟ إيش؟ إذا خفت الفتنة من الأقارب، فهل يجوز لي أن أتجنبهم من غير هجر؟ ما أدري ما هي الفتنة اللي تخافها من الأقارب. الأقارب في الغالب لا يرضون لك الضرر، ربما أنك تسيء الظن بهم، فلا تتعامل مع سوء الظن ومع الشكوك والأوهام، وعليك أن تحسن إليهم وإن أساءوا إليك، تحسن إليهم وإن أساءوا إليك. نعم. أرشدنا حفظك الله إلى كيفية التعامل مع الأبناء في هذا الزمن الذي كثرت فيه الملهيات من وسائل الإعلام والإنترنت وغيرها، إذا أخطأوا كيف يكون التعامل معهم بالشدة أو بغيرها؟ جزاكم الله. الأولاد الذين لم يبلغوا الحلم أمانة في أعناق آبائهم، لأن يربوهم على الخير وأن يكفوهم عن الشر. قال صلى الله عليه وسلم: مروا أولادكم بالصلاة لسبع، أضربوهم عليها لعشر، وفرقوا بينهم في المضاجع. فعليك أن تربيهم على الخير وتعودهم على الخير حتى يألفوه وينشأوا عليه، وتستعين بالله عز وجل ولا تهمل، ثم يصعب عليك بعد ذلك العلاج. عليك أن تبدأ معهم من الصغر، وأن تحافظ عليهم وأن تعودهم، وأن تستصحبهم معك إلى المسجد وتربيهم على الخير، فإذا ألفوه نشأوا عليه وسهل قيادهم لك. أما إذا تركتهم وأهملتهم حتى كبروا فإنك لن تستطيع ردهم بعد أن يكبروا. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لسبع: مروا أولادكم بالصلاة لسبع. وابن السبع ما بلغ، بل إنه دخل مرحلة العقل، قبل السبع ليس عنده عقل، فلما بلغ السبع ميز، صار دخل مرحلة العقل والفهم، يفهم ما تقول له. مره بالصلاة، كرر عليه، ألزمه بذلك. نعم. هل إصلاح ذات البين يدخل ضمن دائرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ وهل هو فرض عين أم فرض كفاية؟ نعم، إصلاح ذات البين من أفراد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر شامل لكل ما هو معروف وشامل لكل ما هو منكر، فكل معروف يؤمر به وكل منكر ينهى عنه. نعم. هناك أسئلة كثيرة. الشيخ تسأل عن قضية العزاء في المنطقة عندنا، حيث أن إذا مات ميت فتقريبا يكون أهل القرية كلهم أقارب له ويهمهم أمره، فيجتمعون كونهم هم جميعا أهل الميت في هذا البيت، ربما يأتي أبناء الميت أو إخوانه من السفر يجتمعون في هذا البيت كونهم من أهل الميت، فيجلسون ثلاثة أيام، يجلب لهم الأكل من غيرهم، ليس من أهل الميت إنما من غير أهل الميت، لكنهم يجتمعون فيأكلون من هذا الأكل، هل هذا يعتبر من النياحة؟ هذه عادة سيئة ركبت الناس اليوم، هذا الاجتماع وهذه الأطعمة الكثيرة، هذه لا داعي لها، والعزاء لا يتطلب هذا، العزاء دعاء للميت ودعاء للمصاب.
أحسن الله عزاءك وجبر الله مصيبتك وغفر لميتك، تقولها له إذا لقيته في المسجد، في المتجر، في السوق، في التلفون، في الجوال، ولا حاجة إلى الاجتماع هذا اللي يكلف هذه التكاليف الباهظة. أيضا 3 أيام ما لا تعطل الأعمال، 3 أيام هذا من الإحداد، تعطيل الأعمال على الميت هذا من الإحداد الذي نهى عنه الشرع. الإحداد إنما هو للنساء، زوجات الأموات، أما الإحداد بتعطيل الأعمال هذا لا يجوز للرجال. فهم صعبوا العزاء الآن، صعبوه جدا، ولو أنهم أخذوا بالسنة تخفيف العزاء لا سهل على الناس. نعم. هناك مجموعة من الأسئلة تقريبا تقول يعني إذا حدث صلاة على الجنازة في القرى فهناك مساجد أخرى تعطل في هذه الفريضة ويذهب الناس كلهم إلى المسجد الجامع لأداء الصلاة وأداء صلاة الصلاة على الجنازة، فهل في هذا الأمر غضاضة؟ هذا ما ورد عن السلف، ما ورد عن السلف أنهم يعطلون مساجد البلد ويذهبون إلى المسجد الذي فيه الجنازة. الجنازة يصلي عليها أهل المسجد الذي هي فيه، ولا تعطل المساجد الأخرى، والصلاة على الجنازة فرض كفاية، إذا قام بها من يكفي الحمد لله حصل المقصود. لو صلى عليها واحد مسلم واحد كفى، والبقية سنة. تعطيل المساجد لا يجوز، حرام تعطيل المساجد، كيف يرتكب محرم وهو تعطيل المساجد لأجل أداء سنة؟ نعم. عند بعض القرى إذا مات لهم ميت يقومون بالاستفاف في المسجد الجامع لاستقبال المعزين قبل أداء الصلاة على الميت، وقد يكون ارتفاع الأصوات بالسلام والتعزية وقد يؤدي هذا إلى ضوضاء، فهل هذا يتعارض مع النهي عن رفع الصوت في المساجد؟ هذا من المبالغات في العزاء. قلنا إن الاجتماع إلى أهل الميت وصنعة الطعام هذا من النياحة، كما قال بعض الصحابة كانوا يعدون الاجتماع إلى أهل الميت وصنعة الطعام من النياحة، قاله أحد الصحابة في
في وقتها. وكونهم يصطفون في المسجد أو يصطفون في المقبرة لأجل العزاء هذا مظهر، هذا مظهر ما هو طيب. العزاء ما يستدعي كل هذا، والعزاء ما هو واجب أيضا. نعم. هناك مجموعة عائلة يصلون في مسجد قديم داخل سور بيته، داخل سور بيتهم بناه أبوه، والآن بني مسجد جديد قريب منه لا يبعد 20 متر، وما زالوا متمسكين بالصلاة في ذلك المسجد، وهناك إنكار من بعض القريبين مع أن هؤلاء عائلة واحدة ويبلغون 10 أشخاص. والله يجب عليهم أن يكتبوا سؤالهم إلى دار الإفتاء ينظر فيه إن شاء الله. نعم. هناك مجموعة من الأسئلة تتكلم عن طلب منهجية يسير عليها طالب العلم في طلبه للعلم. المنهجية واضحة ولله الحمد، إما أن تدخل في المدارس والمعاهد والدراسة النظامية وتقرأ المقررات فيها، وإما أن تجلس مع حلق المساجد مع عند العلماء وتشاركهم في الكتاب الذي يشرحه المدرس. نعم. سائل يسأل يقول: نقوم ببناء مسجد مكان مسجد قديم، والقديم كان صغيرا والقرية كبيرة، فأردنا أن يكون المسجد كبير ليتسع لأهل القرية، وعند حفر الأساس خلف موقع المسجد القديم وجدنا قبور، وكبار السن بالقرية يقولون لا نعرف أهل هذه القبور ولا من قبر فيها، فما الحكم؟ ولا يوجد مكان آخر لبناء المسجد عليه، أفتونا بارك الله. الواجب أن تمسكوا عن الحفر، وأن تكتبوا سؤالاً إلى دار الإفتاء كالمعتاد، هذا هو الجاري الآن، يكتب سؤال عن المقبرة التي حصل فيها أو القبور التي عثر عليها، يكتب عنها تقرير إلى دار الإفتاء وتنظر فيه إن شاء الله. نعم. لكن أمسكوا عن الحفر الآن. نعم. هذه أسئلة تسأل عن حكم من يمنع النساء من الميراث. هذا أمر جاهلي والعياذ بالله، هذا أمر الجاهلية، كأن الجاهلية هم الذين يمنعون النساء والصغار من الميراث. أما الإسلام فقال للرجال نصيب، قال ولكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان والأقربون، للرجال نصيب، للرجال نعم، للرجال نصيب مما ترك الوالدان، للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون، وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا. الله جعل للنساء نصيبا كما جعل للرجال نصيبا، ولم يفرق بين الرجال والنساء، إلا أنه يختلف الميراث، نصيب النساء يختلف، نصيب المرأة يختلف عن نصيب الرجل إذا كان في درجة واحدة، ولكن هذا من التفاصيل، لكن الحرمان مطلقة هذا لا يجوز. نعم. طيب شكله نسأل الأسئلة عليها بعض الهدايا من طيب الوزارة. اسأل. ورد في محاضرة الشيخ حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في الإصلاح بين اثنين من الصحابة رضي الله عنهم، اذكر ما فهمته من هذا الأثر أو هذا الحديث. أجاب جوابك. طيب ذاك الله خير، تفضل خذ القائلة عساها بس كثيرة خير إن شاء الله. ما شاء الله.
طيب اذكر دليل من القرآن على فضل الإصلاح بين الناس. طيب هات أثر آخر أو آية أخرى الأخير هناك. جزاك الله خير. ما شاء الله. طيب نود التنبيه لأن هناك درس لفضيلة الشيخ في القواعد الأربعة إن شاء الله تعالى بعد صلاة الفجر غدا الجمعة في هذا المسجد، كما ننبه أيضا على محاضرة يوم غد في مقر المعرض في بعد صلاة المغرب لمعالي الشيخ سعد الشثري بإذن الله تعالى. نأمل الحضور وحث الناس على الحضور لننال الأجر من الله سبحانه وتعالى. وضح الدرس اللي بعد الفجر وين هو فيه؟ الدرس الذي بعد الفجر في هذا الجامع، في هذا الجامع لفضيلة الشيخ صالح فوزان بإذن الله تعالى بعد فجر الجمعة بإذن الله. طيب هذه أسئلة برضو أتت الشيخ لكن كان الوقت يعني يسألون عن ما يحدث في يعني خصوصا في هذه المناسبات في الإجازة، ربما يحدث نوع من المخالفات في قصور الأفراح سواء كان من التبذير في المأكولات والمشروبات أو ما يحدث من بعض التجاوزات الشرعية في لبس النساء وغيرها. المسلمون كل أوقاتهم سواء، يحفظونها فيما ينفعهم ويتجنبون ما يضرهم، والمنكرات والمعاصي لا تباح في أي وقت من الأوقات، لا في وقت العطلة ولا في غير وقت العطلة. المسلم مسلم في كل زمان وفي كل مكان، يتعامل مع دينه ولا يتعامل مع عادات الناس ومع ما يجري في عصر في بعض العصور من التساهل ومن لا، يحفظ المسلم دينه ولا يتجارى مع الناس الذين